برضو قبل ما حد يمسكها ما تعدلت، يعني غير زمان. وانت يعني انت شايفه ان الخير جاي واكتر من اللي فات؟ حياجي، وحتبقوا بشوات يعلم ربنا، عشان حتمسكوها بامانه، وربنا بيحب الامانه. تمام. كل ليكم ولجيلكم ولينا وليكم وكل حاجه، وبقول ينصر مسيحيين ويحافظ على مصر، مسيحيين ومسلمين. احنا هنا في الاقصر هنا مسيحيين ومسلمين عايشين ازاي؟ لا زي الفل يا خيي، عندناش اي حاجه. واحنا لما واحده تحرق بتروح تجيب المسلم عشان بيحلف ما تطلعش، اول ما يقول بالطلاق تطلع زي الباشي. يعني ما انتش جايه عشان تخبي فلان ولا فلان؟ هتنت لا بلدي، مش عشان اي حد، ولا اعرف حد، ولا بطلع من الخرابه. يا العالم ربنا، كبرت وصغرت ما طلعت رحت مكان. هتوصي ولادك وتقول لهم ايه على مصر؟ زي الفل، ولادي اثنين دفنتهم كبار، حقول ايه على مصر؟ حقول نشكر ربنا اللي هم مسكتها الثوره. ولادي حيمسكوا ثوره؟ لا ما يقدروش، اللي مسكتها فراحل زيك وزي غيرك تقدر عليها تحميها، والناس كلها تبقى حلوه زي بعض، ويديكم العمار زي انا 90 سنه. كتر خير اللي بطلع واخش اوقف. شايفه الانتخابات دي هتعمل ايه في مصر يا ست؟ لا حتعدلها عدل حلو، وحيجيب لها رئيس حلو. اللي اختاروا ربنا، انتوا دك حتقدروا تختاروا حد؟ ايوه حتقولوا فلان سابي فلان عفش، لكن اللي حيامروا ربنا حيجيكم، اللي حيوكلوا بالله. لسه عندك امل؟ لسه عندك امل؟ عندي امل، صحتي زي الحديد، بس رجلي ما اقدرش امشي، لكن ولا حاجه اشكي بيها، قلبي بس كده برشام متأني ولا حاجه. تمام. يديكم العمر، حافظ عليكم ويخليكم. شكرا يا حاج. شكرا. كما ترى منى، الكل يحرص